انا جمعت كون لحتى الفت نظركم لشيء، انه بيا القهوه انا ما بقى اتحمل نشازات ابدا، مفهوم؟ بدي همه ونشاط وشغل وجد وازدهار اقتصادي بالمقهى، وشفتوا بعينكم انه ابو صياح وعظمته ما قدر يوقف قدامي. هلا صحيح انك وديته على العصفورية هو وحسني يا افندي؟ طبعا ما سمعت كل اهل الحاره عم يحكوا بالموضوع. الله يعينك لما بدي يطلع معلمك، اسمع مني واقرا الفاتحة على روحك احسن. طمن بالك ما بعرف بقرا. انا سمعت اليوم بالحاره انه وفد مؤلف من المختار وابو دياب طلعوا على العصفورية حتى يطلعوه. لحسني وابو صياح؟ لا سيدي ما بيحسنوا يطالعون لانه انا دخلتون، ما بيطالعون الا بواسطتي. لا يا سيدي بدهم يطلعوا، واذا ما طلعوا اليوم انا بقطع ايدي. ايه فوت اذا بدك، في سكين حده جوا اقطعها. روح من وشي يقطع عمرك، ما مثل البوم ما بتجيب الا خراب البيوت. غازي نعم قرب لك كلمه. مور غوار شوف لك، انا ابدا ما عاد لي ثقه بهذا عبده. إيه؟ فهمت؟ إيه؟ يا حينه التربايه اللي ربيته اياها طول العمر، طلع علي الاصل مثل حسني وابو صياح. طيب وشو بتأمر مني اعمل انا هلا؟ بدي اياك تكون بصفي، فهمت؟ طيب تكون انت عيني الساهره بالقهوه، شو بصير بالقهوه بغيابي بتخبرني، بركي صدف طلع ابو صياح وحسني من العصفوريه، شو بتوشوشوا هن وعبده بتسمع وبتقلي. ولا يما غوار، واذا ضليت معي بهالشكل انا بدي اعلي مركزك، ساويك شيف قرصونيه بهالقهوه، لانه عبده قري بدي صرفه. طيب ولا يهمك بتكل علي. يا حبيبي اجت مخلفات العصفورية. انا صبصب صبصب صباح الخير. شو بتريد؟ ليش جاي لهون؟ ما دخلني، ما دخلك. لا دخلني، صف على اليمين وهات وراءك. لا انا جاجة جاجة اللي جاي استنى ابأب ابأب. يا اب بدلك ان شاء الله. مو هيك مو هيك، اب ابي ابو صياح. ايه طمن بالك طمن بالك، اب اب صي ابو صياح مو جاي لهون، لذلك دور وارجع. اي لا جاجه جاجه جاي المخ المخ المخ. لح اكسر مخك. مو هيك مو هيك، لكن المخ المختار اللي طلع ينز او ينز شو ينز ينزل ابو صياح من العصعص من العصعص من العصفوريه. توت الله لا يوفقك على الخبريه ان شاء الله. توت توت كان مزبوط المختار راح يجيب حسني وابو صياح من العصفوريه. سو توت توت غازي عبدو. ايوه نعم مور. لك مو انت غازي، قلنا غازي غازي. خير شو في؟ لك شو في؟ خير ان شاء الله. عيني الشمال عم ترف يا غازي. بنشوف. خايف اكل لي شيء قتلي. هي هيك هيك معناتها تاريخ الخبريه مضبوطه انه المختار راح يجيب حسني وابو صياح من العصفوريه. طيب انا ما قلت لك؟ واقف لنتاكد. تاكد. الله يخليك غازي، خليك انت معي. لا لا تتركني الله يوفقك. لا ما راح اتركك. الو بيت المختار. بونجور تانت، اعطينا المختار والله. لوين راح؟ على العصفورية؟ بيرجع بعد نص ساعة؟ لوين؟ شو هالحكي؟ شكرا. ولي على امتي يا حوينة شبابك يا غوار. تفضل تفضل مختار. يا عمي شو منكم؟ ليه بحاجة؟ يا عمي شو تفضل 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 يا عمي تفضل. على صدر الطاولة. تفضل مختار. وين مسلحب وبدك تفرك لك مقصوف الرقبة؟ أنا مو أنا. أنت مو أنت ما؟ فوت لجوا كل كل نصيبك. وان شاء الله راح يكون حسابك عسير باذن الله. الله يوفقك ابو صياح، انا ما بقى عيد التوبه وقدمت على كل استقالتي للقهوه. لك انو استقاله؟ هيك بدك تمشي من غير ما تاكل نصيبك؟ يا ابو صياح يا ابو صياح يا ابو صياح، خلي اعصابك هادي كرمالنا نحن نتنرفز، كرمال المختار. لا سيدي خلينا نفش قلبنا،
بيتنا ليلة امبارح مثل كسر النيل. لا 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 طولوا بالكم يا جماعة شوي، طولوا بالكم كل فرد كلمة. يا مختار يا حسن بلدي شوي، يا حسن طولوا بالكم شوي. احنا روح يا ابن رمدي طولوا بالكم يا شباب، ولو بحضور المختار هيك عم تعملوا بحضور المختار. مع السلامة يا ابن. طول بالك مختار، بركي ما قبل لي استقالتي. لك قالوا استقالة، لك مطرود انت ومن غير تعويض كمان، فرقنا. يلا روح. شو بدي حاكيكم قوت مجانين. عبدالك على مشان لا قوة إلا بالله العلي العظيم. توت ها مزبوط توت. شو قالوا شح 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 روح شحين شوف بيسوق منيح. ها اي صرفت لك يا لك شو صرفت لي يا بدي صرف على طول. لك ماني فاضي عشر مجانين انا. لك انا صار معي من القعدة بالمستشفى صار معي عقدة نفسية منهم. لك انا ما صدقت انت خلصت من غوار. ابن حلال أنا جاي لعندك خصوصي مشان هالموضوع. أنو موضوع؟ موضوع غوار. نعم. ونعامة ترفسك تسد حلقك. شو جابك لهون ولا؟ حقين معلم، أنا الحقيقة ما كنت جاي، لكن قد ما ترجاني الأستاذ حسني وما عندي أنا أي حقد عليك معلم أبو صياح، قلت لحالي يا ولد. يا ولد. نعم. استنى هنيك لما بصرخ لك بتجي. بس عجلك شوي مشان نعرف نستلم. شايف القهوة؟ ايه روح استنى برا. ايه تفضل اشوف شو بدك تحكي. يعني انا بعرف انك زعلان كتير من غوار، بس معلي شي انا جاي ترجاك مشان تصفح عنه وترجعه على الشغل. انت؟ انت عم تتوسط له؟ لا هي ما بيحملها عن انت يلي عمل معك وعمل معي كل العمايل، انت بنفسك جاي تتوسط له؟ معلش يا ابو صياح المسامح كريم. لك انا مسامح؟ لما امكن ابدا. والله لو بتطلع عيونه بالطول وبالعرض هنرجعوا. معلش يلا انت منرفز منه ابو صياح، من اجل الموضوع كم يوم. وينك يا ابني يا غوار؟ نعم. تعالوا. ممنون كثير معلم، ممنون استاذ حسني. يلا يا اولاد ايموني البوش عن كل الطاولات وهاتولي نارا على الستة لهنيك. غوار امور معلم بامرك. تعلم العصي بجنابك ان شاء الله. وين فايت لهون؟ روح من وشي ورجيني عرض كتافك. ليش ما انا شوف انا لهون مالي جاي اشتغل ابدا ولا بدي اشتغل. لبرا انا جاي اخذ بابي لمورد. عم اقول لك اطلع لبرا. اطلع يا ابني اختصر الشر هلا وروح كم يوم. اختصر الشر ما كله منك، انا شفتك من بعيد عم تقنعه انه اجي ادخل لعنده ارجع اشتغل وعم تعمل له بحواجبك هيك. قلت لك روح من وشي بقى. بدي بقابي انا مالي رايح لاخذ بقابي الشغل. شو قلت شغل بالبلد مالي عاوزك. بدي بقابي اول. لك اطلع لبرا من وشي عم فاهمك. عيونك بدك طالع لك. هلا لا حتفرطوا لي المشكله انت وياه ولا دير داري انا الثالث واحراد. الك الحكي انت وياه غوار. نعم معلم. معلم انت بتمون علي وبتمون على راسي، لكن شيت انه ارجع صالح حسني افندي. عفوا بلا مؤاخذه شيت انه ارجع صالح حسني حاف واحكي معه. لا يمكن ابدا شغله معقده. ولو يا حسني افندي انا بعرف صدرك رحب اكثر من هيك. يا ابو صياح شايف الرقبه هي بتمون عليها بتقصها، لكن ارجع صالح هالبني ادم هاد واحكي معه. لا يمكن. روح العين تطرقك. ليش مين بده يحكي معك بالاول؟ انا العين تطرقني ضربه تخلع رقبتك، فهمت ولا لا؟ روح روح من هون مدحوش. انا مدحوش ولا؟ نعم انت مدحوش، انت اللي راكد وراي بدك تصالحني. لا يمكن صالحك لو بدك تطق وتموت. يول وهلوها على قامتك ان شاء الله. خلصت وردح انت وياه؟ ما سمعته شو عم يحكي؟ مو هو اللي بدا بشرفك. هلا وبعد السلام عليكم. عليكم السلام. جيت بوقتك ابو دياب. خير. لك تعال خلصني من الاثنين. يعني فظاعة شو هاد؟ رح يطيروا لي اهلي. هالجوز حسني افندي البورزان وغوار بيك ما حنخلص من مشاكلهم ابدا. يرحم بيك طول الليل والنهار على خناق مثل الديك والجاجة. انا الديك وهو الجاجة. فشرت. ليش فشرت؟ انا اللي قلعت شواربي ولبست حرمي. قالك حرمي انا عملت حالي سوت كل شيء وحده. هلا كل شغله اللي حتعملوا لي عليها ديوان
قوم حروق خلصني، قوم اعمل الاربع رمناضة حلاوة الصلحة. لمناضة؟ ايه اي ما اعمل حلاوة الصلحة لمناضة، بس بعمل ثلاثة. لاحسني ما بعمل له؟ ليه؟ هيك يا اما بيعطينا وعد انه يستعفي من الغنية بالقهوة هون، يا اخي هالزباين عم تتضايق منه. ليه؟ انا بغني. لك انا بدي اياه يغني، انت شو دخلك؟ ونحن كلنا مبسوطين بصوته كمان. وانا بدي غني. شكرا. طيب فوت اعمل هلا ثلاثة المناضة وجيب واحد كاجوز له. خلصني، بدكم تصالح وغصب عنكم. قصة الصلحة ارجوك يا ابو صياح لا تحرجني. اوه علينا. شرف يا سيدي. هاي الشربة وهيدي كمالت الخمس ليرات. تفضل. قلت له شربة ملح انجليزي قوية تكون للصيدلية. هاي مثل بيعطيك اياها بالصيدلية كل مرة. قال لك اخي كان يعطيك باكيتين. ليش باكيت؟ لانه كتير بطني ماسكي. هو قال لي كنت تاخذ من هيدا واعطاني منه. طيب شوف شغلك، هوامة بالغاز. طيب ليش هالشربة ما تطلع من نصيبك؟ قالك برزان مقالب ما بقى فينا. تفضل معلم. تسلم ايدين، يعطيك العافية غوار. لا لا معلم ما يمولك. هاي كاجوز؟ ايه عامل له اياها سكر زيادة. تفضل. وهي كاجوزة من ايدي. اذا من ايدك بشربها لو كانت سم. تفضل ابو دياب. سلمها سلمها غوار. تسلموا هديات. اهلين وسهلين، ان شاء الله مطرح ما تسري تهري. لك ما راح اجاوبك كرمال ابو صياح بس. يا جماعة يا جماعة، نحن لازم ننهي هالمشكل بيناتكم كرمال خاطري. ولو كرمال الشوارب هدول. يا ابو صياح خلينا بالقعل، شلون بتريدني احكي معه بعد ما اللي عملوا فيه؟ بعد المقلب البايخ اللي عملوا فيه بتريد هيك كل اهل الحاره واهل الناس بالشارع والشيران ياشروا علي باصابيعهم يقولوا هذا الرجال اللي طلعت عروسته رجال؟ هلا انت بتريدني اني احكي معه؟ هذا اللي سكنني بالعصفوريه اربع مرات؟ هلا خلصوني بقى، بدنا ننسى الماضي ونفتح صفحه جديده. ليك عندك حق والله يا ابو صياح، الليموناضة كتير مالحة. شو حاططلا ملح؟ هو هذا السكر مليح. هلأ خلصوني بقى. أنا ما بقدر وأرجوك، قلت لك لا تحرجني يا مصيح، مشان هيك أنا بستأذي. طول بالك، وين رايح؟ وين بدك تروح؟ على مهلك، إذا كان بدك تروح زعلان لا أنا ما بوافقني أبدا ينام زعلان مشان صحته، لذلك أنا بصالحه كرمالك بصياح. لك والله بري عليك، لك بري عليك، بري على سماك. وين بصياح؟ أنت ابن أصل. يعني يلا. انا ابن فرع. اعوذ بالله، والله انت كمان ابن اصل وشوي. يلا يلا بوسوا شوارب بعضكم. خلصوا ما بدي بوسوا. بوسوا شوارب بعضكم. خلصوني بقى. قرب التاني. ضلني مو ضلني مو ام بيزي. اي شباب شوفي. اي خير يا الله. سلامتك حسين افندي. مغصه قويه جدي. يلا انا بستاذن خاطركم. وانا كمان ماشي. يلا تفضل نمشي سوا. على مهلك، اللي ببيت اهله على مهله. بدي يلا يلا تفضلوا تفضلوا. قاعد متكركب مصاريني كثير، مغصه قوي اجاني. عجيبه والله، من ايش يعني؟ والله ما بعرف. على كل إن انا بدي امشي. لك انت ما وعدنا تاخذنا مشوار بالسياره اقل منها. يعني لك سيدي تكرم وباخذكم بالسيارة، بس أنا ضروري إلحق حالي على البيت أول. يلا سبقنا إحنا جايين. يلا الحقوني. يلا غازي. أيوة معلم. ضبضب العدة وسكر بدنا نمشي. أمرك. يلا خلصني. مسكين على الشغلة. شو صار له يا ترى على غفلة؟ لا تنسى شيء. لا لا أيوة شكل علي. لك عجلوا شوي بقى خلصوني. لك أخي شبك طول بالك علينا. يلا وين نركب؟ أنا راح أركب جنبه. وأنا بدي أركب بالصدر. طلعوا أوام الله يوفقكم. لك شو هاد لك حسون؟ هاي هي السيارة اللي طلع لك إياها بصياح؟ هي عم تدفع أجرتها بتحقق بتصير؟ إيه بس شايفها زغرانة كتير. أوفر للبنزين. إيش لهم تسع زباين؟ يمكن الزباين اللي بيطلعوا معك ما بيسعوا، بتاخذ لهم تاكسي ما؟ لك اطلع خلصني هلا مو وقتك. من عند فونتانا اخذتها؟ لك فونتانا بيبيع سيارات يا بني ادم.
مو هي هي المكنة اللي عم يعلنوا عنها اللي بتفرم لحمة؟ لا ما بتفرم لحمة هي. شو هالحكي؟ عم يفرموا مصاريني. أصبح هي اللي بتطحن بن لكم. أخ طحن بن؟ طلع غوار خلصنا بقى بدنا نمشي. بتزمر معلم هي؟ ما في لزوم. اتفرج على السيارة واحكي اللي بدك يا على أقل من مهلك. لأنه ما في لزوم بقى تستعجل. ليش؟ مشي الحال. لك أخي قوم خلصنا مستعجلين. مرحبا غوار. أهلا أبو الفارس. كيفك؟ أهلا فارس أفندي، شو بتأمر تشرب؟ بدي عجمية شاي على ذوقك وأرجيلة. تكرم أبو الغاز. أيوة. عميل عجمية شاي عجمية لأبو الفارس. حاضر. كان معي سيجارة، وين صاري؟ لكون هذا الزرزور اللي بالأرض مو لك؟ غوار؟ نعم. أنا بدخن زرزور؟ شو طفران أنا؟ ليش شو عم تشتغل؟ محتال. من هيك مالك طفران؟ محتال؟ إيه محتال، بس محتال بشرف على كيفك. شلون لك؟ لك أبو الفوارس؟ شلون محتال وبشرف؟ فهمني لشو؟ هيدي شغلة بسيطة. إيه؟ كل ما بطفر وبحس على حالي ما بقى معي مصاري، باخذ حالي وبروح بزت حالي بالشارع قدام شي عربيه ماشي على مهله. ايه بس زت حالي بتطلبط عليه. إيه؟ بلتموا العالم وبتصير مشاكل ورويات. وبعدين؟ وبعدين شو بده يصير؟ بتخانق انا وياه شوي، بعيطوا عليه العالم ما بعرف شو، بشفط لي منه كم ليره بصفط حقي بالكراكون وانتهي. يحرق حريشك يا ابو الفارس على هال هذا دماغ. تشرف. سلمونا ابو الغاز. لك ابو الغاز اجت والله جابها. شو في غوار؟ ايه سيدي اجتك رزقه. رزقه؟ نعم. شو هي؟ رح افهمك خيو. في واحد شوفير تاكسي صاحبي. ايه اسمه حسني البرزاني. ايه بعرفه. بدك تعمل لي فيه مثل ما عم تعمل بزباينك هدول سويقه العربيات. بس بسيطه. بس بيدفع ولا يهمك؟ الدفع عندي علي انا. إيه؟ بس اسمع، هالمره بدك تعمل حالك متت على الخالص. توكل على الله يا شيخ. طلع لبرا حضر لي حالك، هو بيجي بصف قدام القهوه، واول ما بيصل بصف العربيه زت حالك تحت الدواليب، والباقي علي انا. يا رب. صح اجت الرزقه. بس وينك؟ قال له لابو الغاز تاني مره بطلب عجميه بجيب لي عجميه. شو هالطفني صيدا؟ تامر يلا. مين محتال بيك؟ وعى الدفع على عيني. بعد انا ما بعرفه له. بعد التنفيذ دفع علي انا. انت مسؤول. انا المسؤول. تعرفوا لحسني البرسان؟ لكن بعرفه وبعرف عربيته. الله يقويك، مع السلامه. لك ابو الغاز هي مش الحال، تدبر المقلب بحسني وما بقى يقدر يغني بيا القهوه بحياته. وبدك بقى شوي، بدنا نحن وياك ايد واحده. لا انا ما تدخلني بكل هالعمليات ابدا. شلون بقى؟ لانه ما راح ساعدك. لا بدك ساعدني غصب عنك. يا بقول له ابو صياح شو كنت عم تعمل؟ وبسمعوا التسجيل. إذا فكرك بدك تضلك تهددني بآلة التسجيل، هيدي صارت قديمة كتير، لأنه هيدي الآلة أخذتها ومحيت كل التسجيل عنها، ما في شيء. شو الحكي؟ ما في إثبات. يا ملعون على هالفصل. أخي بس الشريط المسجل عليه المستمسك اللي هو موضوع البحث قمته من الآلة أنا احتياطاً. إيش مفكرني أجدا؟ ضبطت. طلع بالغاز. لك يا ابني شو جابك لقدام دوها بالعربيه؟ الله يخرب بيت قلبك يا حسني. لك شو ها؟ شو عملت؟ وقفوا يا شباب. لك اهرب على القهوه، ابعدهم من وشه. اهرب على القهوه لجوا. خرب بيت. خبى بالقهوه قبل ما تجي الشرطه. لك شو موت مين حالك؟ ايه 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 مس. لك اخي ابعدوا عنه يا شباب. ما في شيء. دوخوا ما في شيء يا شباب. يلا سليمه سليمه سليمه. منيح اللي اجت سليمه. يلا يا شباب. خلصت الرواية. قوم اوعى تعملها عن جد. قوم اوعى. هات الجاكيت. سيك تمام؟ اي تمام. هات قبضني. يعني الحقيقة خدمتنا خدمة ما بنسالك بيها بحياتي ابو الفوارس. لعيونك بس قبض. هات خود اخي هاي 5 ليرات، وبكره بعطيك الدفعة الثانية. اوعى تلعب معي. ها اعوذ بالله. ايوه لينا ابو فوارس كلام رجال. اهلين. شلون ابو الغاز؟ مالو حالي.
لك شو القصة خير؟ شو صار؟ أهلين معلم. شو صار؟ خبروك على مصيبة؟ لك حكولي الجيران حكولي كلياتهم، المدعوس إن شاء الله مصير له شيء. لا أبداً، أخذوه على المستشفى وحالته خطرة، لا من تمه ولا من كمه، قال صار له شيء. لك لا من تمه ولا من كمه بتقلي ما صار شيء؟ طيب وين أحس يا فندي؟ خبيته جوا ورا المرسح لبين ما تجي نعرف شو بدنا نعمل. طيب لسبب معلم هذا ما عاد يحسن يغني بالقهوة، ما بصير يطلع قدام الناس. لك تعال معي لشوف، تعال تحرك. يا ربي دخيلك أنا، شو هالمصيبة اللي اجتني؟ لا حول. يا ساتر بي الشرطة. أبو سياح، أبو سياح. يا حسني أفندي، شو هالعملة اللي عملتها؟ شايف شايف، لسه ما لحقت تطلع من العصفورية، يا ريتني ما طلعت. هذا كله سببه السرعة. أنا كم مرة نبهت عليك وقلت لك السرعة مو مشكورة يا حسني أفندي؟ تفضل تفضل، شوف شو صار هلا. أنا أسرعت لك؟ أنا جاي أصف قدام القهوة، معقول سيارة بدها تصف إنها تسرع؟ أنا شفتك بعيني. ما شفتك، أنا سمعت صوت سرعتك يا أخي. هلا شوف هاي الحكي اللي بلا طعمة، بدنا نفكر نشوف شو بدنا نعمل. دخيلك دخيلك، أنا داخل عليك يا أبو صياح، أنا ما بقدر بنحبس أبداً، أبطأ والله. باطل ولو منخبيك بقلبنا وبعيوننا. شو هالحكي يا أبو صياح؟ شو تخبي ما تخبي؟ فيها مسؤولية كبيرة الشغلة، نحن قد الحكومة. يعني شو بتأمر روح سلم حالي ونحبس؟ كلها 10-15 سنة ولو يا بعدين انكترت انكترت بيروح فيها أعدام. شو فيها؟ ولو يا غوار، شو بيهمك أنت إذا عدموك؟ الهم والحزن إلنا يا حصرتي. لك خلصت بقى، شو ما بقى فينا أخوي عند رجال؟ لم ممكن إني سلمه. الله يبارك فيك أنت يا أبو صياح يا شهم. شهم لأنه بيقاوي مجرمين؟ لك خلصت بقى عم قلها. لك لك التاني على الحكي. شو بدنا نعمل هلا؟ وين بدي أتخبى؟ لا يكن لك فكرة، خلاص لم ممكن إني سلمه، يعني لم ممكن. أنا بخبيك يا إذا مو بالقهوة هون بالبيت بخبيك عندي. لك شو عم تحكي شروي غروي لك معلم، على حساب عقلك كبير؟ أوف. الشرطة أول ما بدون يبقى يفتشوا بيفتشوا بالقهوة وبيتك وبيتي باعتبار بيعرفوا إنه أصحابه. والله مزبوط عم يحكي. شو العمل وين؟ هاتوا لنشوف بقى، فكروا معنا. واقف شوي، أنا لقيت لك طريقة. في واحد صاحبي بتشتغل عنده وبتتخبى عنده بآن واحد وما حدا بيشك. شلون يعني يشتغل عنده؟ واحد صاحبي طالب بده صانعة. بده صانعة؟ ايه ايه، شغله عنده وبيقبض مصاري بين ما نلاقي حل. شو رأيها؟ والله معقولة، بدبر حالك لبين ما نشوف المشكلة شو بدنا نساوي فيها. ايه ايه ايه، وبعدين نبقى بنتصرف. عال كتير. بس تعال قلك انت التايق مو مزبوطا شغله صانعة. لك سيدي بشتغل صانعة وبشتغل حي الله شيء، بس ابعدوا عني شبح الحبس. لا يكن لك فكرة، خلاص واقف لروح دق له تليفون لأديب بيك هذا اللي بده صانعة، بركي اخي شغله حدا. اتحرك اوام اوام اوام، خلصني. يا ابو صياح دخيلك يا ابو صياح، انا رح امن بالله وفيكن، انت بتصل بهاد اهل المدعوس ادفعوا لهم قرشين بركي يصفطوا حقهم. خلاص من عيوني عم اقول لك ولو يا حسني افندي. العربيه تحت امرك، بيعر هنا حي الله. نحن اخوات، شو بدك بهالحكي؟ لا منبيع ولا منرهنا. شبك ليش كل قد متضايق؟ طول بالك كل مشكله ولا حل. هي والله خايف من الحبس. لك وشو عليه هلا؟ واذا قفلت واذا انحبست؟ الحبس لرجال يا رجال. الو اديب بيك اخي، كيف الصحه؟ كنت وصيتني بدك صانعة وعشي. ايه دبرت حالك؟ لقيت صانعة، معناتها عشي ما دبرت. عال عال اخي، عندي عشي حمار شغل. ايه نعم ايه نعم، وبيطبخ منيح تمام، نفسه ظريف على الطبخ. لكن وينك هذا؟ بده شوية كسر منافس، بدك كسر لي راسه شوي. نعم، واجرته لا تدفع له اياها باخر الشهر، انا بجي بقبضها لانه بيصرف كتير. بعد شوي بيجي لعندك. مع السلامة يا سيدي. مع السلامة يا سيدي. قديش أنا ممنونك يا أبو صياح، أنت وغوار. خلاص بقى، واجباتنا حسني أفندي، ولو نحن جيرة وإخوات وزملاء من زمان شباب. إيه والله، بس اللي بتعم تعملوه مشاني ما حدا بيعملوه. إيه معلش، وحد الله. طمنا. لك أخي وطوا صوتكم بالحديث، الشرطة داير مفت للقهوة. خلاص بقى أنت التاني، خلصنا. شو القصة؟ قبلوا يشغلوه. خلاص مشي الحال. عشي عشي رح تشتغل. بيمشي الحال. لك سيدي بيشتغل حي الله شي. ايه خلاص دخيلك. يلا اتفقنا، امشي لاخذك. بس تعال تعال اقول لك، شلون بدك تاخذه وتطلعه قدام العالم؟ هلا بحط عليه غطا طاوله وما بيبين.
لا وينك؟ اسمع، هلا اسمع، قربت الوصله تبع المطرب، انا بطلع بقدمه وبعجق التصفيق او المغنى، بتزمتوا انتوا بتدبروا حالكم. انا ان شاء الله اني ببيض وشك. لا بس وينك؟ ذكرتني هي قدام ابو صياح. كل شيء اول وشرط اخره سلامي. إيه؟ مو تجي تعمل مشاكل عند الجماعه تسوي دوشي قدامون. اعوذ بالله ولو يا غواري، انا ممنون منك لحتى اموت. روح ابو صياح. يلا انا رايح. ان شاء الله الف هنا. يا سلام، اسلموا ايديك على هالاكل. ان شاء الله مجاري الهنا. هو بتعرف يا اديب بيك، الحمد لله نفسي كثير كويس على الاكل. انا ممكن شويه ملح؟ تكرم عينك. نتفت حامض كمان؟ حامض موجود، كل شيء مستحضر. بس بكفي. ممنون. يعني انا بدك الدغري، مالي عاطي فرحتي لحدا اللي انت مبسوط مني. الله شي لذيذ، انا مبسوط منك كثير كثير يا حسين. الله يخلي لنا اياك، بس بدي اترجاك رجاء. مور ومخجول منك. لا قول ما تفضل. ممكن تعفيني من نزلة السوق مشان اتسوق الخضرة واللحمة والخبز؟ طيب ومين بده ينزل على السوق؟ هي الشغلة، لانه بتعرف الله ليس العزيز اديب بيك، انا هي اول مره بشتغل عشي وبشتغل خدام، بقى كثير ناس بيعرفوني، عم يعني استحي من الناس، يعني ما بدي اشوف حدا، بامن طلباتنا بالتليفون. ممكن؟ طيب مثل ما بتريد. كتر الف خيرك، الله يعمر بيتك يا اديب بيك. روح تا يا حسني. امرك. وين الصانعه؟ تفتح هي؟ معلش امرك. يلا تحرك. معلمي اديب بيك، هذا غوار. سلامات اديب بيك. اهلا، تفضل. اهلا غوار، تفضل. لا قيام على الطعام، والله ما بتقوم. اهلا وسهلا، ان شاء الله في العافيه. اهلي غوار. اهلين حسون، شلون رضاك على حسني اديب بيك؟ والله انا مبسوط منك كثير اللي عرفتنا عليه. الله يخليك. نشاط وهمه وادب واكل طيب. اخجلتم تواضعي يا سيدي. قلت لي لكان مبسوط كثير. فعلا الله يجزيك الخير. الحمد لله. تسمح لي بدي اغسل ايدي. تفضل. ان شاء الله الف هنا. تفضل. يا سلام يا غوار، يا سلام، لك تسلم لي. بوسي من راسك. شو مبسوط انا؟ لك مو شو مبسوط؟ جماعه اوادم شرواك بالخير، ما في مثلهم. يعني فرحتني. فرحتني كثير. يعني بكثر مالي مبسوط. عم اتمنى على ربي ولو خلصت قضيه السياره. ايوه. اني ابقى هون على طول. شو بدك احسن من هيك؟ انا شو بدي احسن من هيك؟ مثل كل صانعات هالبلد، اكل شارب نايم، واخر كل شهر 200 ليره. اي مو احسن من التاكسي؟ يا سلام يا سلام، لو تعرف قديش مبسوط من فارغ. الله يخليك، بعرف قلبك علي. خذ شوف بيكون بده. عال هذا حساب السرايا، ما اجى على حساب القرايا. الزلمه مبسوطه كثير. بدا فركشي. اهلا اهلا حسناء. اهلا اهلين اديب بيك، داعي هور. الله يخليك يا سيدنا. انا الحقيقه تشرفت بدون سابق موعد، بدي احكي معك كلمتين على انفراد. تفضل. حسني وينه؟ بالمطبخ عم بيعمل قهوه. عال اخي، هذا انا الحقيقه ضميري عذبني كثير ضميري. بعد ما عينته عندك للعشي لحسني، اكتشفت لك شغله. تاري هذا ليش راكد على شغله العشي عند الناس؟ داعس واحد، هو كان شوفير سيارة، شوفير تاكسي. داعس واحد وموته وهربان من الشرطة، اجى تخبى عندك. ها من هيك قبل شوي طلب مني ما ينزل على السوق. خسارة. معلوم. بقى انا ريحت ضميري وقلت لك شغلة فيها مسؤولية كبيرة، بس مع ذلك ها انا ما بدي اقطع برزقته للزلمة. اذا كان حبيت يبقى عندك وتتحمل مسؤوليته انا ما عندي مانع. اعوذ بالله. لا يا ابني لا، انا ما بحب المشاكل. اليوم بحاسبه بقول له مع السلامة. بس مو هلا، لحتى ما يفتكر انه مني. طيب
طبعا لا، بخليها للمساء، ما عليك ممكن. ايوه، لانه انا ما بريد انه يقول عني انه انا فساد. اديب بيك. ان شاء الله الف دايمه يا ابو صياح. اوف يا حرا حريش والغازي، راح وما رجع الاكل للنمليه تبع ابو صياح. لا معنى الاكل بترخي البدن. يا الله. قيلولي ربع ساعة زمان تسوى الدنيا، وخاصة على فرشة أبو صياح. ضو شايل كمان؟ من هو؟ لك من هو؟ أنا. مين أنت؟ أنا. مين أنا؟ لخوار؟ شو جابك لهون؟ كنت نايم. نايم؟ إن شاء الله آخر نوماتك. يا الله. لا تحرك من أرضك النوم. وقعت ولا رماك الجمال؟ خليك برضك. عود. زين. هلا بورجيك. ايه تمتع بيا النومي، لقلك تمتع. منين شاريت اخت مريح؟ راس. الو، مو الك حسني افندي؟ ايه انا بصياح. اسمع لقلك، صال لعند المختار وجيب اثنين شهود وتعال انت وياهم اوام. خير ان شاء الله. شو عم تحكي؟ بس قربت وصلتي، هلا بدي غني. مثل ما عم اقول لك انا، فهم مني، تضرب انت وصلتك هلا وقتها. اوام مثل البرق. يلا المره ما راح ابعتك على العصفوريه، المره على الحبس. شو ليكن الشهود جايين من المختار؟ أنا برجيك يا حرامي. أنا حرامي؟ مو عيب عليك لك أبو صياح، هيك الواحد بيستقبل وبيحكي مع ضيوفه. ضيوف؟ أنا ضيوف؟ الضيوف يلي من نمرتك. هلا برجيك شو بتاي فيهم. بس ما بدي زفر إيدي فيك. ليش ما عندكم صابون؟ إيه اجدبها، لقلك اجدبها، رح بتحملك، رح أضل ساكت لحتى يجوا. لكن هلا بدك تصفى ببيت خالتك. شو يعني بيت خالتي؟ قربوا اجوا، اجا المختار، قربت اخرتك. تفضلوا. اهلين وسهلا. الله معك يا ابو صياح. تفضل يا جماعه. خير ان شاء الله. شوفوا الحرامي اللي فايت على بيتي. هذا اللي جاي كلياتكم تترجوا فيه مشان اعفي عنه وارجع شغله بالقهوه، بده يسرقني، بده يسرق مالي حلالي، وهون فايت لبيتي. معقول هيدي؟ معقول؟ اقصى عليك. ما شاء الله حاولك يا دعان، املنا فيك. بس شو اللي الحكي؟ مالك عرفان لمين يعني؟ طبعا لك، مين في غيرك؟ حشيب، عم بستغرب انا هالحكي يعني. لا تستغرب. اللي عم تقولوا لي انه حرامي يعني؟ طبعا. شو عم تعملون لك هيك يا ابو صياح؟ يا عبي شو مالك؟ يا عبي شو مالي انا؟ طبعا إذا كان بنيتك تاكل مصرياتي، واحد مثل حكاية ضعيف مسكين الله يسامحك فيهم، بس مو تسوي سمعتي قدام الناس تقول حرامي. لك شو بتقصد؟ شو بقصد؟ مختار. نعم. لما طردنا الزلمة من القهوة ايه؟ تركنا الشغل، عمي صعبت عليه، بعت لي 10,000 ليرة مشان اشتغل فيهم. أخونا هون دري اجا بده صلبط علي، قال لي ادخل معي شريك بالقهوة بال10,000 ليرة. قلنا له أمرك، أخذ ال10,000 ليرة مني على اساس انا اصير شريكه بالقهوه. فاهم. وتصالحنا وقعدنا تعشينا ناكل اكل قدامكم لسات وانا وياه وبامان الله. هيك لك شو بتقول يا ابو صياح؟ لك لا تصدقوا يا جماعه، مو مزبوط الحكي، كذب. ايه 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 انا كذاب. تفضل وي صندوق الحديد ومصرياتي، اموالي المنقوله كلها جوا. ما فشرت؟ ها
هذا كله مالي ورزقي حلالي. تفضلوا يا صندوق، تعال تفضلوا شوفوا. ها ورجينا شو ليك شو هاد؟ ورجينا شو شوف بعينك. ختم غوار الطوشه غريب مظبوط. لك ما عدوهن 10,000 ليرة والكيس إلك هاد؟ لك ماني مصدق عيوني يا جماعة. يمكن أنت نسيان أبو صياح. شوف تذكر. شلون يعني نسيان؟ طيب لا ما هي مزبوطة منك أبداً يا أبو صياح. هادي ما كانش أملنا فيك هيك أبداً يا أبو صياح. لك 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 يا جماعة طولوا بالكم. لك والله كذب هذا اللي عم بيحكيه. معلوم كذب. 10,000 ليرة كذب عدوهن. بعدين أنا حطيتهم جوا، ليش ما سرقتهم ومشيت أنا؟ طبعاً يعني لو بده يسرقون كان سرق المبلغ كله. لا حول ولا ختم ختمي عملكم 10,000 والكيس احمر لي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك يا جماعه راح يطير اعلي انا، ما بقى فيني. طيب على كل حال دبرها بمعرفتك، شو راح تعمل؟ طبعا الشراكه لازم تتم حالا. لا 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 يا جماعه بترجيكم لازم ننهي الموضوع بيناتنا، مش لازم حدا يتداخل بيناتنا، ولو على القليل كرمال صيت ابو صياح. معك حق تمام، انت بيكون نسيان ابو صياح. شو رايك؟ والله انا رجال، انا بدي شراكه بنص القهوه. انا رجال شغل هيك هيك ما عندي. تيجي تضحك علي وتعشيني وتقبض مصرياتي هيك واطلع بزمه؟ لا لا بتتدبر. شلون يعني بدها تتدبر؟ يا ابو صياح روق شوي، طولوا بالكم انت فيه. هلا بتروحوا بتشرفوا حضرتكم لعند حضره المختار وبنعمل العقد اللازم لها القضيه. لكولي لكولي رح يطير علي. لك ما بقى فيني. لك جنيت وخلصت. لك يا جماعه، لك يا هو يا عالم رح اجن. شباك ابو صياح لا، اذا كان بدك معي عنوان العصفوريه، معي كارت دوفيزيت تبع العصفوريه. وين الشاي هلا عبدو؟ ايوه هات الشاي على الخمسه، صار له ساعه طلبه. يلا تعال هون لك ابني. وين رأي؟ عطيني البون لدققه، هاي الفوضى بطلت بالقهوة. شرف. ايه مزبوط. وقع ابو صياح، وقع شريك. باليمين لا تغش، باليمين ابصوم. تفضل روح. شو وين رأيه؟ نازل عالسوق بدي اتبضع للقهوة، بن وسكر وشاي. لا سيدي ما بصير تتبضع لحالك، إذا بدك تشتري علبة كبريت للقهوة رجلي ورجلك بدنا ننزل، يا أما بتنزل لجنة مبايعة فيها ممثلين عني وعنك. لك أنا اللي بدي أفهمه، أنت دخلت مع شريك ولا احتليت القهوة استحلال؟ والله مثل ما بدك أحسبه. إذا كان بدك هات لنسقم القهوة نصين، نص إلي ونص لك. ليه؟ شو الحكي؟ على كل أنا مو عاجبني طريقة العمل بالقهوة. بالله والله انا بدي اجيب مطرب على مرائي وانت جيب على مرائك. يا حبيبي مطربك بيغني نص وصله ومطربي بيغني نص وصله. والله عشنا وشفنا شي ظريف. يا سلام عبدو. أيوة. شو المصيبه هي يا رب؟ قبضت من الزبون. اينا هات لنشوف. شرف تاني مره بتقبض من الزبون راسا بتجيبهم على الصندوق مشان نتقاسمهم انا وشريكي، كل زبون بزبونه تما يصير غلط. حاضر. عود مع شريك. هاي ربع ورقه لك، وين ربع ورقة لي؟ صفيان الفرنك. شلون بدنا اسمه؟ لك ياك بلا اسمه بلا بطيخ. بالله ليش نهبة الشغلة؟ أنا ناهب حصتي نهبة بالقهوة ما؟ العشرة آلاف ليرة مو من عرق جبيني جايبون. لك دخيل الله. هات قال هلا قال هات قال. دخيل الله. لك أنا ما بقى فيي أتحمل. لما الضعيف بدك تاكله وتستوكله أنت. لك رح أطق أنا رح أطق. وين رايح؟ مالي رايح هون. خلي وكيلك يجي يعود. عبدو تعود محل معلمك. حاضر. حسني افندي حسني افندي جيت بوقتك. خير ان شاء الله. منين بده يجي الخير؟ انا ما عاد فيني اتحمله هالزلمه، ما بقى فيني. عم بقول لك شو عمل فهمني. شلون شو عمل؟ كل ساعه عم يطلع لي بنفس شكل. لك هلا من شوي كان عم يقول لي قال بده يقسم المرسح نصين، يساوي نصه هون ونصه هنيك، وقال هو بده ياخذ النص اللي هنيك. ليش؟ قال لانه عسراوي. هدي حالك هدي حالك طول بالك. لك اسمع على الصرعه الثانيه اللي طالع لي فيها. شو قال؟ كل جمعه بده يسكر قهوه 3 ايام. عاد وانت كمان نكايه في سكر 3 ايام بخاف. شو صاروا؟ 6. ايه بيصفى يوم العطله منه على بعضه هو لحاله عطله. ايه طيب لكان عطيه حصته وصرفه. لك انا حصه هاي
لك مو حرام ادفع له 10,000 ليرة هيك ياخذهم قنص؟ طيب شو الحل؟ لسا بيقول لي حل، ما في غير حل واحد. اوعى تفكر انه تبعته على العصفورية. حذرت، ما في غيره. تاخده لحالك. ما بيصير، بدك تروح معي. مستحيل، الله سبحانه وتعالى يسعدك في بعدك. لك اخي اسمع لقلك، فهم مني. ما بروح. انا لقيت فكرة منيحة ومزبوطة. اسمع لقلك. شو؟ تمام. ساو 60. نادي لمعلمك يجي يقعد محلك مشان يجي وكيلي يقعد، انا تعبت. غازي. ايوه. تعال انت عود وكيلي هون، انت ابو صياح. يلا شوف لقلك. ايوه. هدول بتكمل لي الجمع. بتشوف قديش واردات القهوه. الجمع ان يكون اوكي. عبدو. ايوه. شو بتكون؟ غازي. ايوه. هات العده. يلا عوام. يلا حاضر. شو في شيء اشتريته عده جديده للقهوه؟ ايه لا أيوة. بس بدنا ناخذ قياس رجلك، حط لي رجلك هون بالله. ايه شو صباط؟ ايه ايه جو صباط. عوام. ايوه. وقف. زال زال خلصني منه. يلا غازي. حتى انت يا بروتوس. يلا بلا بروتوس. زال يلا. لك يا رب. لك رجلي يا رب. لك رب. يا رب خلصوني. لك رب. خلصوني بعد الكرسي من طريق لك. يلا بعد الكرسي. تفضل. ادخل. يلا احنا دكتور. دكتور ارتاح. دكتور تفضل. دكتور شري. تفضل. استلام اليد. جبنا لك يا مخفورا. وين بدها طالعه؟ تطلع بالعاب. استلموا غوار هذا دكتور. طيب هذا هو. انتوا اتركوا لي اياه وتفضلوا مع السلامه. كتر الله خيرك حاجه لعبت عمال لك احسن ما لي. حكيم. حكيم الله يوفقك. توصف. هي اول مره بيجي لهون وبرجع من نفس الباب. خلصني اطلع قبل ما نعلى. خلعوني. لك دكتور. دكتور نمره 5 على طول. لك ما بدي الخمسه. لك شو صار؟ بيطلنا. دير بالك على منين؟ طيب. المجنون؟ وجاي يتهم الناس بالجنون. هلا خلصنا منه. والحمد لله. خلاص ما بقى بدها الشغل. ليه؟ و حسني أفندي؟ آخ غيره. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.